السلام عليكم. يصير أسئلة كثيرة عن موضوع قطع الذيل بالخيل، يقول إذا قطعنا ذيل يموت. شنو السر بالموضوع؟ الموضوع أن الجهاز العصبي المركزي متكون من المخ والمخيخ، واللي هو موجود بالجمجمة بالرأس، وبعدين يطلع منه النخاع المستطيل، وبعدين العصب يستمر حتى بأنبوب من داخل العمود الفقري يسموه الحبل الشوكي. يوصل هنا الحبل الشوكي يقوم يتقسم، يعني نهايته تكون يسموه كودا إكواينا، تشبه ذيل الحصان، تشبه شليل الحصان. يعني هنا مثل هذه النهاية، مثل هذه تكون نهاية الأعصاب هنا. فلذلك هذه الأعصاب اللي تنتهي هنا ما تستمر، هنا تنغلق، الأنبوب ينغلق مع العمود الفقري، وتستمر هاي الفقرات إلى حين هذه فقرات الشليل اللي تحركه حوالي 16 إلى 17 فقرة، هي ما بها تيوب بداخلها، يعني ماكو أعصاب ما عدا تجهيز دموي وبيء بداخلها وعصبي. لذلك من احنا نجي ينقطع الذيل منا حادث او عملية جراحية، ما راح ينقص النخاع او الحبل الشوكي، يعني ما راح يموت. اذا النتيجة النهائية في حالة قطع الذيل تعرض للكسر، للجروح، ازالة عملية تجميلية، ازالته منا من اصله، ممكن، والحصان ما يموت اذا قطع ذيله او شليله. شكراً.